اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا على قناتي عالم جيجي. كنتمنى يعجبكم الاسم هكا مختصر قصير. كنتمنى تكونوا كاملين بصحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم هذا الكيك اللي كيجي زوين كيجي سهل وفي نفس الوقت صحي. مكونات سهلة وبسيطة. عندي هنا 4 نتاع البيضات، عندي 2 كيسان تاع الدقيق الكامل ما يعادل 225 غرام، وكأس ديال الحمراء او النخالة الرقيقة كتكون هكا بهذا الشكل هذا، وعندي كذلك كأس نتاع الحليب اللي دافي وكأس نتاع سكر سنيده حبيبات، عندي نصف كأس نتاع الزيت، وعندي هنا حبوب الشيا 3 ملاعق نتاع حبوب الشيا وشويه نتاع الجوز او القرقاع، وعندي جوز الطيب ما ناخذ منه واحد الحكه، عندي كذلك نصف معلقه صغيره نتاع القرفه ونصف معلقه نتاع الزنجبيل او لا سكينجبير، وعندي 3 ديال الخمارات بحجم 8 غرام او 7 غرام اللي كان متوفر، وعندي 3 ديال التفاحات اللي غنحتاجوهم وجوج نتاع الجزرات اللي غادي نعسلوهم بواحد الطريقه كيجيو زوينين، غادي نديروهم في الكيك نتاعنا. وكنتمنى وصفتي تعجبكم. هنا غادي نخلطوا النواشف كاملين، من طبيعه الحال الدقيق عندي مغربل من قبل، مغربل كيقولنا 225 غرام نتاع الدقيق، والحمراء عندي تقريبا 90 غرام ديال الحمراء، وهنا عندي 3 المعالق نتاع حبوب الشيا زائد السكينجبير والقرفة. غادي نحطو هادو على جنب، وغادي ناخدو اناء اللي كيكون غارق بطبيعه الحال، غادي نديرو فيه البيض اللي غنطربو فيه البيض. عندنا هنا البيض بدرجه المطبخ، درجه الحراره عفوا نتاع المطبخ، حيث غادي نصوبوه غير بيدينا ما غنحتاجوش نطرب الكهربائي. بهذا الشكل هكا هنايا غادي نديرو 4 نتاع البيضات ونطربوهم بالطراب اليدوي مزيان. وغادي نزيدو واحد الرشيشه نتاع الملحه، كي تشوفوا معايا الملحه كتطلع شويه البيض وكتعادل يعني المذاق نتاع الكيك كيجي هو هذاك. هنا بعد ما طربت البيض مزيان غادي نزيدو كاس نتاع السكر سنيده، غادي نطربوه كذلك مزيان حتى يدوب ما يبقاش داك الحبيبات، ومن بعد عاد غادي نزيدو الزيت حتى كيذوب لنا السكر مزيان ما كيبقاوش الحبيبات. بهذا الشكل هكا هنا غادي نزيدو نصف كاس قلنا نتاع العنبه، غنزيدو تدريجيا شويه بشويه حتى كي نخلطو الخليط مزيان كيرجع بهذا الشكل هذا. عاد غادي نزيدو كاس نتاع الحليب اللي دافي، وكنخلطوا الجميع مزيان. من بعد هنا كنزيدوا النواشف اللي جمعناهم في هذا الاناء، الدقيق وحبوب الشيا والقرفه والزنجبيل، وكنخلطوا جميع المكونات. والدقيق كيبقى على حسب نتوما والدقيق نتاعكم كيفاش داير، يعني الا كان الدقيق كيشرب راه غادي يجي هذاك هو القياس، كان ما تيشربش راه غادي تزيدو واحد 2 معالق
اولا 3 نتاع الدقيق، يعني واحد ربع كاس. وهنا زدت واحد الحكه نتاع الجوزه باش تنسم لينا، وراها جات كيك زوينه ولذيذه. كنتمنى تجربوها وتعجبكم. وهنا غادي نزيدو الخميره نتاعنا، كنغربلوها من الاحسن في مصفات باش ما كيبقاولناش داك الحبيبات كتبقى مكوره. من الاحسن نغربلوها في شي مصفات بهذا الشكل هكا. وهنا كي تشوفوا معايا حكيت خيزو وحكيت التفاح، جا بهذا الشكل طولي. فغادي نديرو في مقيله باش نردوه يتشحر واحد شويه. وغادي ندير عليه واحد المعلقه نتاع الزبده وجوج معلقات نتاع سنيده. غادي ناخد واحد جوج معلقات بحال هكا نتاع السكر سنيده باش يجي معسل. واحد المعلقه نتاع الزبده راس ديال معلقة صغيرة، معلقة صغيرة نتاعت القرفة. وكذلك راس المعلقة نتاع الزنجبيل، واللي عنده الزنجبيل اخضر من الاحسن يدير اخضر. انا ما عنديش، ما كيتوفرش عندي دابا اخضر، درت هذا. غادي نرد هذا الشيء يتعسل ونرجع معكم. غادي نسرح مزيان الخليط هكا، تسرح مزيان هكا بهذا الشكل هذا. وغادي نزيد، ما بغيتش الكيك تجيني الشكل ديالها مرتفع بزاف. كبيت فيه الخليط وسرحته بملعقه، ومن بعد غادي نزيد الجزر اللي تعسل معايا. نتوما كي كتشوفوا كيولي معسل، غادي نزيد الجزر والتفاح، خيزو وتفاح. غادي نديرو هكا، نفرشو فوق النصف اللي كبينا نتاع العجين، ومن بعد غادي نزيدو النصف الثاني اللي بقى، النصف الثاني ديال العجين، العجين اللي بقى غادي نكبوه هكا من الفوق. وغادي نقادو الوجه مزيان حتى نقادوه. ومن بعد زدت هنايا تفاح، قطعته ونقيته وقطعته على شكل بهذا الشكل هذا، وزدت من فوق من التفاح شويه نتاع العنب الجاف والبرقوق الجاف حتى هو، ودرت له واحد شويه نتاع السكر حبيبات سنيده، ودخلتها الفران طيب على 180 درجة العافية من طبيعة الحال غير من التحت. ومنين طابت خرجتها سقيتها هكا بشوية نتاع السيرو الماء والسكر اللي درتو حتى ولا على شكل سيرو، وسقيتها بهذا الشكل هكا. وها هي هنايا وجدات. وغادي نقسم معكم واحد المورسو باش تشوفوا معايا كيفاش كتجي. وكنتمنى الكيك نتاعي تعجبكم، وما تنساونيش من لي لايك نتاعكم، لي كومونتير نتاعكم، وشجعوني. وكنشكركم بزاف بزاف، ومرحبا بكم على قناتي عالم جيجي. وكنتمنى تشاركوا القناة ديالي مع الاهل والاصدقاء نتاعكم. وشكرا على التشجيعات نتاعكم. هانتوما كي كتشوفوا الكيك كيجي معسل، كيجي داك التفاح وخيزو في الوسط كيجي معسل، كيجي لذيذ صراحة. غير جربوه راه غادي يعجبكم، راه كيجي لذيذ بزاف وزوين، يعني بدقيق نتاع القمح بالنسبة للناس اللي ما تيبغيوش ياخذوا الفورس.
وكنتمنى وصفاتي تعجبكم، وشكرا لكم وبالصحة والراحة. شكرا لكم بزاف بزاف.